السلام عليكم. الدري عنده 18 عام، حميدي وليد، مريض مسكين من شهر جوج، هو مريض كشف من المرض تاعو شهر 5، نعش مسكين في 20 غشت، 8 ايام تكشف فيه المرض تاعو، وصافي خلونا الشيمي، صيفطونا للربعين، مشينا للربعين صيفطونا ابوه فيه كان داولي الشيمي، داولي الشيمي الحصة 3 اللولين ما جابوش مع المرض تاعو، عاودو لي الشيمي الثاني ما جاوش مع المرض تاعو، المرض داعي عليه في داتو. اذا الطب كنمشيو عند مدي كندوي فيه الحريق كي دوك لي باكي صيفطوك وكديه صافي راه صافي دوك لي برا. اذا الطبيبه تاعتو كنشوفوها 3 شهور و20 يوم، نهار ولدي تزاد عليه الحال الطبيبه تاعتو كانت في الربعين القديمه دايره اجتماع ودخلت لها الطبيبه الوراق وقالت لها شدرا نضيفه، ولدي دايره كيموت كيتقطع الدري ما كيتنفش. قلت لها شوفي ما غنمشيش واخا يحضروا البوليس هنايا اذا نشوف الطبيبه تاعتو. ودقوا لي براق عطاتني واحد التحليله قالت لي دي ار جو درت على برا وجبتها ليهم، قالت لي ولدك ما عنده والو، هذاك المرض اللي عنده راه باقي فيه وعارفين الدري دا عليه المرض والدري ما غيتعالجش، وخلاو لي تحت في الربعين وطلعت عند القاوية الفوق قالت لي شوفي شوفي الماجور، الماجور مع الجوج خرج وحط طبيبة خرجت وتسلت عليه وخلوني. شفت صحابات الجوج تا هما كيتكون من وحده لوحده، الطبيبة اللي شتا في ار جو قالت لي شوفي راجل غيمشي يدير لي واحد الراديو وغيجيب لي تسناني كتنفخ، مابغاش نعوض معاه الصداع، قلت باش تشوف لي ولدي وما باش نغوت معاها، وخرجات وجاب الراجل الراديو قالت لي ما عنده والو ما بغاوش يطيو راس الخيط. قلت شوفي اختي ديري معايا حل، الدري واش غادي ينعس واش غنديه، بقاو كيمشيو كيجيو. في الاخر جات عندي واحد الدريه دكتوره ماشي دريه دكتوره قالت لي شوفي الله يصبك في ولدك قدامه. قلت شوفي اختي ما تقوليش هيك الهضره، اجي خرجي معايا برا وقولي لي ما الدري كيتصنط. قالت لي الله يصبرك فيه، دي ولدك تيموت في الدار، الا خليتينا ما ندخلو للانعاش غتعذبي في الامور. قدام الدري كيقولوا المرض تاعو الدري ولا عنده المرض في الريه وفي الكبده، قالوا لي قدامه ما يكونش باش طول نفساني ويقولوا للدري شوف بشويه بشويه يتواجدوا مع المرض تاعو. الدري زاد مرض على مرض، طاكسي حمر ما كيهزنيش، طاكسي حمر ما كيهزنيش، ولد عمي دار مع طاكسيات حمرين الدري فيه الموت وما بغاش يزيد دار معاهم، ولد عمي كيهزنو كيهبطوني الدري مريض ما كنلقاش اللي يهزني وما لقاش يعاوني في ولدي من غير الله سبحانه وتعالى. تحليله انا بغات تشوف الطبيبه برانديفو، سكانو ما كيعطيوش ليا عندهم، تحليل ما كيعطيوش ليا عندهم، رديد ما كيعطيوش ليا عندهم، كيدير الشيء اللي كندير وكل شيء وكنطلب الله ينسى سيدنا، كل شيء عطينا سيدنا واللي تحجمش لناها، الله ينسى سيدنا كل شيء عطينا لينا، تحجمش لناها من ولدي. انا بعدا شفت من ولدي ضاع ليا ولدي الله يرحمه، ما بغاش يدير الشباب الاخرين يضيعوا، لحد غيموت يقول با نهار السبت لبسني ندير القهوه نتفرج، كيمشي للراجا وكيشجع الراجا، كل شيء عارفين عندي تصاور وعندي كل شيء حوايج وعندي كل شيء، ولدي راجاوي، كل شيء دارنا راجاويين، كل شيء حنا راجاويين، المريض فين يموت وقال با ديني، ديني قال لي باغي نتفرج في الراجا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.